السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب تكونوا دايما بخير يا اخواتي واصدقائي. سعر الدولار والعملات في البنوك وسعر الدولار في السوق السوداء كما ذكرت موقع التواصل الاجتماعي ليوم الاحد 11/9/2023 فضلا وليس امر. اتمنى الاشتراك في القناة ولايك للفيديو. نستعرض حالا سعر الدولار والعملات في البنوك وسعر الدولار في السوق السوداء من قناتي انا وحياتي، تحديث على مدار اليوم لسعر الدولار. سجل الدولار الامريكي 30.84 جنيه، ريال السعودي شراء 8.22 جنيه، سجل الريال القطري شراء 8.47 جنيه، سجل الدينار الكويتي 100 جنيه في البنوك، الدينار الأردني 43.54 جنيه، سجل الدرهم الإماراتي 8.40 جنيه، جنيه الاسترليني 38.44 جنيه، اليورو سجل اليوم في البنوك 33.44 جنيه. سعر الدولار في السوق السوداء، الشراء سجل 39.82 جنيه، والبيع سجل 40.88 جنيه. بشكر حضراتكم جدا لحسن استماعكم، أسأل الله لكم الخير كله عاجله وآجله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.